ازاي نربط برنامج النايت بوت او البوت بقناتك عشان يرد على الناس في العرض الاول وفي البث المباشر، كل ده من خلال التليفون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا قبل ما نبدأ زي ما تعودنا نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه. في البداية كده موضوع النهاردة باختصار، هنفعل النايت بوت على قناتك سواء حساب أو على القناة اللي انت بتفتح فيها، هيرد على الناس في البث المباشر وفي العرض الأول، كل ده من خلال التليفون. تمام، في البداية خالص هندخل على كروم، تمام، جوجل كروم. تمام، أول ما يفتح معنا هنكتب في البحث هنا، تمام، نايت بوت، عربي انجليزي اي حاجة، تمام، نايت بوت، وبعمل بحث. هو ده البوت، بضغط هنا على اول اختيار هنا اللي هو باسم قناته ده، بضغط عليه، تمام، بيجي لي هنا، هنضغط على ساين اب الدخول، تمام، بيقول لي اختيارات انت عايزها على اي حاجة هنا، احنا طبعا هنختارها في اليوتيوب وعلى حسب اختيارك زي ما تحب، لو انت عايزها لأي حاجة تانية احنا هنضغط هنا لليوتيوب، تمام، هنختار هنا يوتيوب. بقول لك هنا تسجيل الدخول للبرنامج البريد الالكتروني بتاعك، هنسجل بريدنا الالكتروني هنا، هنسجل بريدنا الالكتروني، تمام، وبنعمل تمام وبندخل على التالي، تمام، ادخل كلمة المرور للبريد الالكتروني ده، هندخل كلمة المرور، هندخل كلمة المرور وبنعمل التالي، اللي حدث تسجيل دخول الرسالة انت شفتها فوق. هنا بقولي يريد تطبيق الوصول الى حسابك، تمام، سيسمح لك مش عارف ايه، بضغط فوق وبضغط هنا على كلمة سماح، اهو سماح، تمام، اللي فوق برضو تنبيه امين ان انا سمحت لي حاجة تدخل عندي، بس كده خلاص. هنا بضغط على جوين تشانل، تمام، هو بيقول لي خد الرابط ده، هو المفروض ان انت تاخد ده نسخة كده اللي هو الرابط الاحمر ده، اللي هو الرابط الاحمر، اخد ده نسخ، الرابط الاحمر ده اخده نسخ، تمام. المفروض هنا ان انا اضغط على بس لما باجي اخده دلوقتي في الايام دي انا اخده نسخ اهو، تمام، نسخ، وبضغط على السيتنج دي، تمام، تمام، خدت الرابط هنا نسخ، وبروح على كلوز هنا، تمام. والمفروض ان انا اروح على هوريكو دلوقتي، هنروح على كروم، تمام، على قناتك، تمام، بس هخلص هنا الاول، وبعدين احنا خدنا الرابط معنا نسخ صح، ما تنساش ده، هسيب لكم الرابط الاساسي اللي هو لو ده ما نفعش معاك هسيب لك الرابط التاني برضو في الوصف، تمام. وبروح على فوق على الثلاث شروط دي، الثلاث شروط اللي هنا، تمام، وبضغط عليها. اهم حاجة عندي، اهم حاجة، اول حاجة بعملها خالص بروح على العلامة دي، شايف العلامة دي اهي، دي اول حاجة بعملها، بضغط عليها، تمام. لازم كل الحاجات دي، كل الحاجات دي اقفلها الاول، كل الحاجات دي اقفلها الاول، كلها مفتوحة لازم اقفلها الاول، تمام. هضغط على ديس انيبل كده، كلها لازم اقفلها، هضغط على ديس انيبل، تمام، ديس ابل دي، تمام، هضغط على ديس ابل، تمام، مش عايزها كلها، مش عايز اي حاجة تبقى مفعلة له،
يعني هو ما يعملليش اي حاجة، ما يعملليش كلهم، اتأكد ان هما كلهم عندي اختيار انيبل، يعني لو ضغطت عليها ان هو يتفعل تمام، كلها اقفلها، ده اهم حاجة عندي، ده اول حاجة. ليه بقى؟ عشان ما يعملليش اي اخفاء لاي حد، لاي مستخدم على القناة، ده اول حاجة تمام. بضغط فوق على تاني اختيار هنا تمام، وبختار هنا اول اختيار فوق، اول اختيار فوق خالص، ده كده بالنسبة لي الشاشة قدام اهي تمام. بضغط هنا على المربع الازرق ده ادد تمام، ده كده. هكتب فوق في الاختيار الاول ده، في الاختيار الاول ده فوق كلمة مثلا السلام عليكم، بس انا هكتب السلام بس، يعني كلمة السلام عليكم هكتب السلام بس، لازم تديله الامر بكلمة واحدة بس، بكلمة واحدة بس. هنكتب السلام وهننزل تحت على المسج هنا تمام، وهنكتب وعليكم السلام اللي هو الرد اللي انت عايزه تمام، ورحمة الله وبركاته، نورتونا، على رأسنا أو على رأسي مروركم الطيب، بالرد اللي أنا عايزه، بالرد اللي أنا عايزه تمام كده تمام. هنزل تحت كده، هو مضمون الرسالة اللي تحت دي، لو عايزه يرد بالاسم، لو عايز يرد بالاسم هسيب لك برضو الكلمة اللي تحطها قبل الكلمة اللي تحطها قبل الكتابة دي، يعني قبل كلمة السلام. لو عايز يرد بالاسم، يعني لو عايزه هو يقول السلام، اي حد يكتب السلام تمام، انت ترد عليه بالاسم، هسيب لك اللي هنا، هسيبها لك في الرابط برضو تمام، هتحطها الاول وبعدين تعمل مسافة وبعدين تكتب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام، هيرد كده بالاسم. وبعمل هنا على الايه العلامة الزرقاء دي وهكذا تمام. بقت معايا اهو، ده اول اختيار السلام، هيرد يقولوا عليكم السلام تمام. طيب نعمل حاجة تانية برضو، ادد اهي تمام، هنعمل ادد، هنكتب فوق هنا الكلمة اللي هيشوفها، اي كلمة هيشوفها، حد يقول مثلا ايه نقول ايه، حد يقول اي حاجة، اي كلمة، اي كلمة، اي حاجة، ممكن رقم، ممكن تعمل اللي انت عايزه تحطه في الامر هنا تمام، ممكن تقول اي حاجة، اي حاجة، اي حاجة، زي ايه مثلا، ما تفكروا معايا انتوا ما بتكلموش ليه. ايوه كده، شاطرين 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 شاطرين. حد يقولوا عليكم السلام وعليكم بس اهو تمام، هنكتب له هنا كده برضو، هنحط الكلمة او الاسم المعرف اللي هو هيرد بيه عشان يرد بنفس الاسم تمام، وهنكتب تمام جزاكم الله خيرا لرد السلام تمام، متأكد ان كله تمام، بنزل تحت كده وبروح على العلامة الزرقاء دي كده وبضغط عليها تمام اهي، بقى كده عند السلام وعليكم، لما حد يرد يقول السلام عليكم او عليكم السلام، برضو الكلمة هضغطها من هنا، الاختيار زي ما انا عايز، يعني اي حاجة، اي اختيار انا عايزه تمام، بكتب الكلمة هنا عادي جدا اهو. هنا هنقول ايه تاني، اختاروا كده معايا، اختاروا معايا، اختاروا معايا، اختاروا معايا، اختاروا معايا، ما قلتوش تاني برضو، قلتوا اي حاجة. لما حد مثلا يقول هلا تمام، اقول له هنا كده مثلا هلا وغلا، نورت، ما جبتش سندوتش معاك يا اخي، او معاك، ما جبتوش عشان نخليها مذكر ومؤنث، ما جبتوش توش سندوتش معاكم، نخليها كده تمام. يعني انت بتعملها ب
بأسلوب فكاهي، وفي نفس الوقت أهم حاجة الرد على السلام، أهم حاجة الرد على السلام، ده حاجة مهمة جدا. تمام، يعني الترحيب بالناس، فاهمني؟ هتعمل من الأدد من هنا. يبقى بالنسبة لنا هنحط الأوامر من دي، من الاختيار ده، هنختار تاني حاجة هيجي لنا الأوامر هنا. وأهم حاجة برضو دي قلنا نقفل كل حاجة هو عايزها، كل الأوامر اللي هو بياخدها نقفلها كلها. الأوامر دي عبارة عن إيه؟ إن هو بيعمل لنا إخفاء مثلا حد نزل ايموشنات كتير، يعمل له اخفاء اصلا من القناه، فاحنا بغنى عن ده، احنا عايزينه بس عشان يرد وبس، يعني عشان يرد وبس، صح؟ دي هي كل الفكره. الموضوع بسيط، خلاص خلصنا دي كده، خلاص هنروح بقى احنا ناسخين الرابط، خدوا بالكم انا مرضتش بس اخرج من هنا عشان كروم. تمام، هنخرج بقى من هنا خالص وهدخل على كروم. تمام، آسف. طيب وأنا على كروم كده هضغط فوق كده على التلات نقط وأقول له فتح علامة تبويب مثلا، أقول له فتح علامة تبويب جديدة كمان. تمام، إضافة علامة تبويب دي بقى معايا علامة تبويب جديدة، وأدخل بقى على قناتي، على قناتي أنا، افعل سطح المكتب زي ما احنا بندخل على طول. تمام، تفعل سطح المكتب اهو من هنا. تمام، زي ما احنا بندخل على الاستوديو من كروم عشان اوصل بس لعلامة الترس، وكانت التانية دي تدخلني بس هي ما كانتش عشان بس ما كنتش مسجل بالحساب ده هنا. تمام، بعد ما بحمل معايا هضغط على صورة البروفايل، صورة البروفايل. تمام، وهضغط على كلمة استوديو يوتيوب دي ضغطة مطولة. تمام، هقول له فتح في علامة تبويب في المجموعة دي أو في علامة تبويب جديدة. تمام، فتح في علامة تبويب مود في مجموعة موجودة معايا، هضغط عليها تحت. تمام، بقى هنا دخلنا على الاستوديو على طول، بس هنزل تحت كده عند تحت كلمة تنزيل التطبيق ماليش دعوة بيه، عند كلمة استوديو الإلكتروني. تمام، بتاع يوتيوب اهو، الكلمة اللي تحت دي هضغط عليها، أكون أنا على الاستوديو كده بتاع القناة. تمام، بس يحمل معايا يا عم، يحمل كده حد يجيب لي سندوتش أو يعمل لي كوباية شاي بسرعة، يعني سندوتش لحمة ومعاها كوباية شاي، عم يحمل بس. يلا اللي ما جابش السندوتش ما يدخلش. تمام كده، حمل معايا، هدخل على علامة الترس دي هنا، هي تحت خالص علامة الترس. انا مش عايز اكبر الشاشة، انا عايزة تبقى يعني زي ما هتبقى قدامك بالظبط، ممكن تكبر بقى بس عشان كل حاجة تبقى ظاهرة زي ما هي. تمام، واروح على المنتدى، الاختيار اللي قبل الاخير ده اهو، بعد ما اخترنا المنتدى هروح على صفحة، على المربع بتاع المشرفين هنا اهو، وهضغط ضغطة مطولة ونحط الرابط اللي احنا كنا ناسخينه. المفروض ان هو يظهر لي هنا النايت بوت تحت. تمام، هو ما ظهرش، هو ده انا هعمل له الغاء، وهروح على، انا هجيب لكم الرابط اللي هو اللي بيظهر معايا بصراحه هنا كده اهو. تمام، اول اختيار هو النايت بوت، يعني انا حطيت الرابط هنا. تمام، فاول اختيار هنا هو النايت بوت، فبضغط عليه كده خلاص هو هنا كده. تمام، وبعمل ايه؟ وبعمل هنا نصغر الشاشه تاني، وبروح كده، يبقى اول اختيار عندنا فين؟ حطينا النايت بوت، نتأكد ان هو اهو، نتأكد كده ان هو ظهر. تمام، وبروح على كلمة حفظ وبعمل حفظ كده، النايت بوت بقى اصبح تم حفظ الاعدادات اهي تحت اهي، تظهر معايا اهي. تمام كده، النايت بوت اصبح عبارة عن ايه؟
عن مشرف في قناتي، هو اصبح عبارة عن مشرف في قناتي، تمام. وانا اديت له هناك الامر، لو دخلنا هنا في الصفحات هنا اهو، علامتين علامتين فين اهو، اللي هو ده، تمام، ده صفحة النت بوت. ونرجع تاني ونعمل ونكمل بقى، تمام كده. ونديله الاوامر زي ما احنا قلنا اهو، الاوامر تديله اي حاجة انت عايزها من هنا، تضيف الاوامر اللي انت عايزها والعدد، وتكتب زي ما انت عايز، تمام. اي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع، الموضوع يعني حكاية سهلة جدا وبسيطة. ممكن اخرج من ادخل من هنا وارجع للصفحة الرئيسية تاني من اول حاجة فوق خالص، اللي هي العلامة دي اهو، بقيت انا في الصفحة الاساسية. لو البوت ما اشتغلش معاك، لو البوت ما اشتغلش معاك في البداية، عندك العلامة دي، تمام. احنا من الاختيار الاول خالص اللي فوق عشان تبقى على الصفحة دي تاني، العلامة دي اهو، تمام. هضغط عليها كده تاني اهو، هيقول لي ايه is now joining the channel، تمام. اقول له لا مثلا او اي، تمام. هدخل هنا اضغط، لو ما ظهرش برضو في البث برضو هضغط عليها تاني، نفس الفكرة كده، بقول لي is now leaving the channel، تمام. يبقى هي دي العلامة اللي هتخليه بس يشتغل تاني او ما يشتغلش من العلامة دي تاني مرة واتنين، تمام. اضيف من هنا من العلامة دي اهو تاني، بيجي لي اول اختيارين، بختار انا اول اختيار واضيف الاضافات اللي انا عايزها، كل الاوامر اللي انا عايزها من هنا، تمام. العلامة دي، العلامة دي اللي انا بقفل عليه كل اي يعمل بلوك لاي حد، اللي هي دي برضو اهو، تمام. نقولها تاني، معلش بذكر عشان دي حاجة مهمة والله، تمام. دي بالذات حاجة مهمة، دي اهم حاجة، عشان كده انا بدأت بيها في الشرح على طول، ولازم كلها اقفلها، كلها كل ده اقفله عليه، مش عايزه يمسك اي حاجة، هو ملوش دعوة بأي حاجة، هو ملوش دعوة بأي حاجة، تمام. وصلت، هنضغط على دي تاني اهو، ونختار اول واحدة هي الاوامر دي، بتاع الاوامر كلها. الموضوع بسيط وسهل، وامشي خطوة خطوة معايا، تمام. واي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع، سيب كومنت بسؤالك، سيب تعليق بسؤالك، تحت امر الجميع، في امان الله جميعا. سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته.